تتواصل فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 في يومه الثاني. يشهد المعرض حضورا دوليا مميزا، حيث يجمع أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح. خطوة نحو وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا. جاء افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 بمشاركة عالمية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. دي بداية الطموح والتوجه السياسي للتوطين صناعة السلاح بجميع أنواعه في مصر، والدخول في شراكات متعددة مع كبرى الشركات العاملة في المجالات، مش بس في الطيران ولكن في جميع المجالات. زي ما حضرتك شايف النهاردة يمكن في أكتر من 5 أو 6 معروضات بيعرضوا لأول مرة، وتعتبر يعني من الطفرات اللي حصلت خلال الفترة السابقة. المعرض الذي يتواصل فعالياته حتى 7 من الشهر الجاري يعد الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية، ويجمع أكثر من 400 عارضا من كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح. هذه ثالث مشاركة لنا في هذا المعرض، بدينا مع بداية هذا المعرض، وهذا يدل على يعني أهمية دولة الإمارات، أهمية مشاركة دولة الإمارات في المعارض المصرية. طبعا تأتي المشاركة هذه بناء على العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات ومصر. الشركة بتشتغل في حماية القوات، تركز قواتها في التدريب وحماية القوات بالتعاون مع شركات عالمية بتخدم الجيوش الصديقة في أنحاء العالم، ودايما بنكون حريصين ان نعرض الاحدث دائما والتدريب على الاحدث لمقابله كل انواع المخاطر اللي بتتجدد دائما مع التطور الارهابي. المعرض يضم 22 جناحا دوليا يمثل تجمعا دوليا لتبادل الرؤى والخبرات، وفرصه مهمه لعرض المنتجات العسكريه المصريه ليكون بمثابه العبور الى الاسواق الاقليميه والعالميه. رامي محمد، التلفزيون المصري.